العالم يغلي يا جماعة، دخل الصيف بكل قوته هذا العام، موجة حرارة مرتفعة عالميا من الولايات المتحدة إلى الهند وفي أوروبا ودول آسيا، الجميع يعاني من درجات حر يقولوا إنها غير مسبوقة، الضحايا بالعشرات وبين القباب الحرارية والاحتباس الحراري وغيرها، تتعدد الأسباب وترتفع درجات السخونة والصيف يغلي بما لا يطيقه البشر. يبقى السؤال، متى تنتهي الموجة الساخنة؟ خلينا نروح الآن مع زميلة ريان الظاهر لتستعرض لنا أبرز بؤر الحرارة الشديدة في العالم. يسعد صباحك ريان. يسعد صباحك يا ريم. أنا حأتكلم عن صورتين متناقضتين تماماً على فكرة، دول تعاني من موجات الحر وأخرى تغمرها الفيضانات. نبدأ بدول محيط البحر المتوسط والتي تعاني من ارتفاع خطير في درجات الحرارة، ساهم في نشوب حرائق غابات من البرتغال إلى اليونان. أما مناطق شمال شرق الولايات المتحدة فقد صدرت تحذيرات بشأن ما يعرف بالقبة الحرارية، وهي ظاهرة تتسبب في الاحتفاظ بالهواء الساخن لأطول فترة ممكنة، وقد صدرت تحذيرات بسببها، وإلى نيو دلهي 40,000 حالة يشتبه إصابتها بضربة شمس وما لا يقل عن 110 حالة وفاة مؤكدة منذ مارس وحتى الآن. وعلى النقيض تماما شهدت جنوب غرب ألمانيا في مايو الماضي فيضانات لم يسبق لها مثيل، أجلي بسببها مئات الأشخاص وأوقف عمل محطات توليد الكهرباء. وفي فرنسا أطلقت السلطات أعلى مستوى من الإنذار، فقد ارتفع منسوب المياه في بعض المناطق إلى 40 سنتيمترا وأخليت منازل بسبب الفيضانات. أخيرا من المتوقع أن يحطم 2024 رقما قياسيا ويكون من بين السنوات الخمس الأكثر سخونة بحسب الوكالة الأمريكية. والآن إلى مشاهد من هذه الموجة القوية. من عمان نرحب بعمر شوشان رئيس اتحاد الجمعيات البيئية. يسعد صباحك أستاذ عمر. يعني كل عام وأنا دائما أسأل هذا السؤال، كل عام تجي الأخبار يقولوا موجة حر غير مسبوقة وكأننا لا نعلم ذلك وكأنه شيء غريب علينا، لكن هل بالفعل إنه ما نراه اليوم هو مجرد عينة لما سيكون عليه الحال طوال الوقت في غضون عقد من الزمان أو أقل؟ طبعا هذا لعالم المناخ دانييل سوين. صباح الخير وشكرا جزيلا على التسليط على هذا الموضوع المهم حقيقة. نعم، ارتباط مباشر ما بين يعني درجات الحرارة المرتفعة وبشكل غير مسبوق، وكل هذه الأحداث أحداث الطقس ما نسميها بأحداث الطقس القياسية أو المتطرفة ذات ارتباط مباشر في قضية التغير المناخي وأيضا في ظاهرة الاحتباس الحراري. المتهم الأول حقيقة في هذا الأمر هو الإنسان ونشاطه في انبعاثات الغازات الدفيئة، خاصة في حرق الوقود الأحفوري ويعني إرسال هذه الكميات الكبيرة من الغازات إلى الغلاف الجوي، وهذا ما يسبب ظاهرة الاحتباس الحراري. فلذلك قضية التغير المناخي هي يعني قضية الآن يعني طارئة ويجب أن نتعامل معها بمنتهى الجدية، سواء كنا على مستوى حكومات أو قطاع خاص أو حتى على مستوى أفراد. فلذلك نعم، نحن للأسف دخلنا في ما يسمى بحالة الطوارئ المناخية نتيجة عدم التزام كثير من الدول، خاصة الدول الصناعية الكبرى، في خفض هذه الانبعاثات الغازية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. وكما شهدنا يعني سواء كنا في فصل الشتاء أو في فصل الصيف، كل هذه الأحداث سواء كانت فيضانات أو يعني موجات حر قياسية، كلها يعني هي نتيجة مباشرة وتداعيات لظاهرة التغير المناخي. يعني في الأخير الإنسان هو السبب. طيب خلينا أسألك كمان عن القباب الحرارية، كيف تتكون؟ هل هي أصلا موجودة ولا بتتكون بأسباب أخرى وقد يكون سببها الإنسان أيضا؟ بكل تأكيد بأن يعني القبة الحرارية هي
يعني ظاهرة يعني ظاهرة مناخية، ولكن بنفس الوقت تزداد حدتها وشدتها وأيضا تكرارها نتيجة التغير المناخي. فلذلك أي حدث كنا نشهده في السابق سواء كان فيضان أو موجات حر ستكون أكثر شدة وأكثر تكرارا في السنوات القادمة نتيجة الاحتباس الحراري، وهذا ما أشار إليه التقرير الهيئة الدولية الحكومية المعنية في التغير المناخي، وهي يعني أعلى هيئة علمية الآن موجودة على وجه هذه الأرض. نعم. تتحدث بشكل مباشر عن هذه الآثار. هذه الآثار لن تكون موسمية، بالعكس ويخشى أن تكون هي النمط السائد في السنوات يعني القادمة، يعني بمعنى أننا سنشهد هذه الموجات بشكل كبير ولأيام أطول من يعني الأيام التي شهدناها في الفترة السابقة، ربما في مناطق لم تعهد هذا النوع من الموجات الحارة. طيب كمان خلينا كمان في الأردن، كمان سألنا الناس هناك في عمان ما هي وصفتك الخاصة لمواجهة الحر، نشوف كيف الناس بتصرفوا. الخلطة الخاصة إنه تكون هيك تحت أجواء الكونديشن والبراد، طلوع في الوقت المناسب، يعني ما طلوع وقت الذروة فيها مخاطر عادة يعني في أي مكان. يعني والله يفضل الواحد يضل في بيته أحسن لما يطلع برا البيت نهائيا، لأنه عشان كان جو سيء جدا، فيختصر الواحد طلعات بيته مكيف، شو بدك تعمل غير مكيف؟ يعني هو الحل الأفضل. أنا بنصح الناس إنهم ما يخرجوش وقت الذروة، طبعاً كل واحد في شغله وفي مكيفات والإنسان هو بكيف نفسه. بلبس صفة بتخبى عن الشمس وبلبس طاقية. يعني أرجع لك ضيف العزيز، العام الماضي 2023 قالوا إنه هذا يكون العام الأكثر حرارة، لكن عام 2024 يحطم الرقم القياسي بكونه الأكثر حرارة. ومن كلامك قبل قليل كأني أستشف بأنه القادم أسوأ وأنه موجات الحرارة القادمة راح تكون كمان أسوأ. خلينا نتخيل لو حصلت معجزة في هذا العالم والإنسان غير من سلوكه للحفاظ على البيئة والمناخ وتغيير كل شيء والطاقة والوقود واستهلاك، لنتخيل وهذا شيء غير قابل للتطبيق بشكل في مدة زمنية قصيرة، هل ممكن أنه يتحسن الجو ويتحسن المناخ وتختفي هذه الظاهرة؟ بكل تأكيد، يعني لدينا الآن من هذا العام إلى عام 2030 إذا التزمت الدول الصناعية الكبرى، وأيضا أصبح في هناك اقتصادات ذات يعني كربون منخفض وأيضا يعني مراعية للمناخ، وأيضا نتحدث عن الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، وكل هذه السلوكيات ليست بالمستحيلة. يعني الآن التكنولوجيا تقدم حلول كثيرة فيما يتعلق في استخدامات الطاقة، أيضا يعني على المستوى الفردي أيضا يمكن لدينا خيارات كثيرة، يعني على مستوى مثلا وسائل النقل اختيار سيارات كهربائية أو استخدام الطاقة الشمسية في يعني في منازلنا، يعني أدوات العزل للمنازل، كثير من الإجراءات يمكن أن تتخذ على مستوى الحكومات وأيضا على مستوى الأفراد، ويمكن فعلا يعني تحقيق أثر ملحوظ خلال العشر سنوات القادمة، وهذا ما يعني تدعو إليه الأمم المتحدة من خلال سكرتارية اتفاقية الإطارية للتغير المناخي. ولكن إذا بقينا في حالة النكران وحالة يعني عدم الجدية من هذه الدول في الالتزام في اتفاقيات دولية معنية في التغير المناخي، أعتقد بأننا يعني سنذهب إلى حالة من الانهيار المناخي، بمعنى أن يصبح الكوكب غير قابل للحياة. وهذا يعني ما أشار إليه يعني أيضا التقرير العلمي، بأنه إن لم يكن هناك إجراءات جادة وواضحة من هذه الدول، بكل تأكيد أن تداعيات التغير المناخي يعني ستطال حياة الإنسان بشكل مباشر، وأيضا كافة القطاعات الحيوية في مقدمتها قطاع الزراعة وقطاع المياه. نحن الآن نشهد حالات جفاف في دول القرن الأفريقي ومجاعات نتيجة التغير المناخي، نشهد كما أشرتم بتقريركم إلى حرائق في الغابات، كل هذه التداعيات
مظبوط يعني الحل قد يبدو في يد الإنسان ولكن تطبيقه صعب ولكن ليس مستحيل. أشكرك ضيفي العزيز عمر شوشان من عمان، رئيس اتحاد الجمعيات البيئية. طيب، وإذا كنا نتكلم عن الوصفة الخاصة لمواجهة الحر، فلدى العراقيين وصفة خاصة فعلا رغم الحرارة الملتهبة التي تلامس 50%. العراقيين يتبعون مبدأ داوها بالتي كانت هي الداء، بيكسرون حر الصيف بكوب شاي ساخن. المزيد مع الزميلة زينب المشاط. واحدة من أشهر طرائف العراقيين شرب الشاي في فصل الصيف، شرط أن يكون هو الآخر ساخناً جداً، وكأنهم يداوونها بالتي كانت هي الداء. والله رغم هذا الحر كله، العراقيين هم رغابة شاي وشرابة شاي، يحبون الشاي، يكسرون الحر بالحر. وللشاي في العراق حكايات وطقوس خاصة بالإعداد والتقديم وحتى شربه، وهو حاضر في أمثال العراقيين وأغنياتهم. الاستكان هو اسم محلي للقدح الخاص بشرب الشاي في العراق، ويقال أن تسمية هذا القدح جاءت مشتقة من كلمة إيستي التي عرفها العراقيون من خلال الجنود الإنجليز في فترة الاحتلال البريطاني للعراق بعد الحرب العالمية الأولى، وتعني الشاي الشرقي. أكثر المتغربين يعني أصدقاء اللي يسافرون برا يأخذون كيلوين ثلاث كيلوات شاي وياهم، زين، لان هاي الخبطات ما حد يخبطها هناك. هو هذا الشاي شوفي السريلانكي يعني كلش طيب، يعني احنا نسوي يعني ما نخبط خبطه واحده وانما خبطات، بعض الخبطات على مود يطلع هيك طيب. هذا العرض يعكس جانبا من ولع العراقيين بالشاي، فهو ليس مشروبا عاديا، انه انعكاس لتراث بغداد، وفيه تغنت النساء بمناسباتهن الشعبيه وقلنا اسمع رن السكاين شاوين الشاي. والله انا هذه الحركات لكسب الرزق اولا، واحنا كشعبي يعني على باب الله والناس حبتها، فاني لعيون الناس بتجي وسمعتنا الطيبه بمقانه، فقمت اسوي هاي الحركات. العراقيون يفضلون الشاي المخدر، ويعني أن يعد بهدوء على النار، وهي طريقة يعشقها العراقيون بإعداده، ويطلقون اسم قوري على إناء صنع الشاي، معتمدين في الغالب بصناعته قوريين اثنين، أحدهما أكبر من الثاني، يضع الصغير وفيه الشاي مخلوطاً بالماء على فوهة الكبير المحتوي على الماء فقط، والذي يوضع مباشرة على النار، بذلك يخدر الشاي على بخار الماء. وأخيراً نعود لقصة الصيف والشاي. يقال أن دراسة أجريت في جامعة أوتاوا الكندية عام 2012 أكدت تأثير تناول المشروبات الساخنة على درجة حرارة الجسم، وأظهرت نتائج الدراسة أن للمشروبات الساخنة القدرة على إنعاش الجسم بالبرودة، لكن في ظروف المناخ الجاف، أي كما هو الحال في صيف العراق الجاف. زينب المشاط، صباح العربية، بغداد.
أنا من عشاق الشاي حتى لو في الصيف، وكثير ناس مثلي يعني صراحة. عموما مشاهدينا يا الأخبار من هنا وهناك مع الزميلة ولا أبو سراي. صباحك يا ريم. صباح أيضا زميلتنا راوية، وأنا كمان محبي الشاي. وأنا كان لا أشرب قهوة أصلا. لا طب أشرب كويس، متفقين كلنا إنجليز كلنا طالعين. بالضبط. نبلش بأول خبر. عائلة أمريكية ترفع دعوى قضائية ضد وكالة ناسا وتطالب بتعويض $80,000. القصة تعود إلى مارس الماضي عندما ضرب حطام فضائي منزل الأسرة وأحدث ثقبا في السقف والأرضية، ولحسن الحظ لم يصب أحد بأذى. الحطام طبقا لناسا عبارة عن اسطوانة معدنية كانت ضمن معدات دعم الطيران، وظل جزء منها سليما حتى بعد دخوله الغلاف الجوي ولم يتفكك حتى أصاب المنزل. والله المبلغ $80,000 بس قليل جدا، خصوصا بالمحاكم الأمريكية. يعني في أناس بيقعدوا بيستنوا يعني حوادث مثل هيك، سواء كان من محامين أو حتى ناس يصابوا بالأذى حتى يرفعوا قضايا ويعوضوا بملايين. فأنا شايفة 80,000 قليل. لا، وناسا يعني اعتبرت أنه بال2021 ذكرت أنه هذا الحطام أو هذا المجسم إذا وقع على الأرض ما رح حدا يتضرر، وللأسف بالآخر وقع على هدول منزل هاي العائلة. يعني على فكرة هاي النقطة قانونياً كتير. لأنه هن عمالهم بيعملوا ادعاء أو بيعملوا كليم كما يقال بالإنجليزي، ولكن ما إله أساس من الصحة. هذا يمكن يرفع لهم ال80,000 أكثر من ذلك. إحنا بنستنى 6 شهور لحد ما ترد ناسا. لا لا، هم في خلال ال6 شهور هذا المفروض يبقى المنزل على حاله، يتحول إلى متحف ومزار ويجد ناس، وهم كمان يسووا شوية تجارة. والله إنه عقليتك تجارية بدأت أتعلم. بالضبط عملت لهم بزنس. وأخيرا تم الكشف عن السبب وراء أنه في ناس بيصير عندها كورونا وفي ناس ما أصابها كورونا. السبب، فالأنف قد يكون أحد أسباب عدم الإصابة بكورونا بحسب دراسة جديدة أجريت في إحدى جامعات في لندن. الدراسة وجدت أن الأجهزة المناعية في الممرات الأنفية لدى بعض الأشخاص استجابت بطريقة جديدة، حيث تخلصت من الفيروس قبل أن ينتشر إلى أبعد من ذلك في أجسامهم، حيث تمهد الدراسة لطرق جديدة من العلاجات واللقاحات تحاكي هذه الدفاعات الطبيعية لكوفيد وأمراض أخرى. ما في تفاصيل عن حجم الأنف ليش لازم يكون مثلاً اللي أنفهم أكبر لا يصابوا لأنه في خلايا مناعية أكثر. أنا مخاري كبير وصبت شي 4-5 مرات. وفي تصريحات جديدة للفنانة المثيرة للجدل حلا شيحة، أكدت النجمة المصرية العائدة من الاعتزال أن كل التصريحات التي كتبت على حساباتها الشخصية حول تحريم الفن ليست نابعة من معتقداتها. شيحة أكدت أنها لم تحرم الفن في كل حياتها، قائلة أنا عمري ما حرمت الفن وقلت أنه حرام، الفن جميل وعمره ما يكون حرام، فهو تمثيل ورسم وغناء وما كان يكتب ليس من آرائي. في شخص آخر كان يكتب لها يعني؟ أي ما بدها تقول. هذا طيب. كل شيء كان لنا اليوم. يعني شكرا لك، كانت والله أخبار مميزة الحقيقة، ما بين التعويض من ناسا على الأنف والدعاءات. طيب خلينا نروح الآن إلى عالم الموضة، ولدينا تقرير ومقابلة مهمة. دار ديور للأزياء قدمت مجموعتها في باريس، والكثير من النجوم حضروا عرض الأزياء كالممثل السوري باسل خياط والممثل الأمريكية ديمي مور، اللي خصت صباح العربية بلقاء خاص. الزميل ليث بزاري حضر العرض وأعد التقرير التالي من باريس. في حديقة أحد المستشفيات العسكرية الفرنسية، قدم كيم جونز المدير الإبداعي لدار ديور مجموعته الرجالية الجديدة للربيع والصيف المقبلين. وهذه المرة ركز جونز على عناصر الصناعة ومهارات المشاغل والحرفيين الذين يعملون في الدار الفرنسية التاريخية من خلال السيرة الذاتية التي تعكس حياة كريستيان ديور والمصممين الذين خلفوه. من بين الحضور الممثلة الأمريكية ديمي مور التي خصت صباح العربية بلقاء حصري. Well, he's done a collaboration with the artist Hilton Nell, the ceramicist, and which is what you're seeing all along here. And I think he's done what he always does, which is combine both elements into
perfection. I think it's important to follow what interests you. Kim is one of the greatest of all the time. I love what he's doing, what he did before, and I love also the future because I'm going to say it again, he's one of the greatest, so he's not going to fail. I also love the brand. Right. Dior has been part of my life since I started my career, man. So it's a beautiful journey. I've been growing with the brand, and I really love it. I feel very connected with all the ideas that Dior and Kim Jones as a brand have. Is it important for you as an artist to follow the fashion? Yeah, it's one universe. It's the same language. تتميز التصاميم التي قدمت ببنية منحوتة وعملية في آن واحد مستوحاة من عالم الخزف في الشكل والملمس، إذ تم التنسيق بين الأقمشة النبيلة والبسيطة معا. أما الملابس العملية اليومية فقد تم تطويرها، وذلك بإضافة قصات التصاميم الراقية أوت كوتور الأرشفية أو الحرفية اليدوية التي تتميز بها مشاغل ديور. أكيد أكيد بحب أختار الشيء القيم اللي له تاريخ بشكل أو بآخر. بحب أنه أحس أنه بيحاكي شخصيتي بشكل أو بآخر. أكيد ما رح أختار شيء ما بيشبهني، ودائماً أني بكون حريص على هذا الشيء، سواء بالأشياء اللي بلبسها كل يوم أو حتى بالإيفنتس بالمناسبات، بكون حريص على أنه أختار شيء بيشبهني، بيشبه الكاركتر تبعي. وبشكل عام تتمحور مجموعة ديور الرجالية للصيف المقبل حول التصنيع ودمج مختلف تجارب الحياة الغنية في الابتكارات، ومن خلال احتضان الأنماط والأشكال التي يسهل التعرف عليها، وأسلوب الفنان الخزفي من جنوب إفريقيا هيلتون نيل الشبه يدوي والبارز. يواصل المدير الإبداعي لدار كريستيان ديور كيم جونز استكشاف وتطوير مفاهيم الخبرة العالمية من دون أي تراتبية في المجموعة. من عرض أزياء ديور الرجالي، ليث بزاري، باريس. الله دي ميمور، أيقونة الجمال المعجزة. شكرا. ما بصدق انت ريم قلتي لي قبل شوي انها تقريبا بالسبعين من عمرها. تخيلي هذا الجمال والله، هذا المعجزة بقول لك، ما صار في شيء مستحيل اليوم. طيب خلونا نروح الى زوايا المراسلين، وبالتحديد من مصر، والزميلة ندى حجازي. يسعد صباحك يا ندى. وشيرين ايضا تعود الى الترند من جديد، ولكن هذه المرة بشكل مختلف. تفضلي. صباح الخير يا ريم، صباح الخير يا راوية ويا ولاء. الحقيقة شيرين فعلا رجعت تتصدر الترند مرة أخرى، ولكن بتصريح أو بتسجيل يعود للفنان حسام حبيب، كان بيقول فيه إن عيلة شيرين باعتها وباعت السوشيال ميديا الخاصة بيها. فرد شقيق شيرين بإن كل دي أكاذيب وإنه هيلجأ للقضاء، لأن مثل هذه التصريحات تضر بسمعة العيلة. رجع مرة تانية حسام حبيب قال دي مش تصريحات مباشرة، ده تسجيل سرب من هاتفي، وأنا كمان هلجأ للقضاء لمن سربه. الجدل ده تزامن مع إلغاء مفاجئ لحفل كان هيجمع شيرين مع الفنان حسين الجسمي، وفجأة تم استبدالها بالفنان تامر عاشور، واللي علق برضو على الجدل وقال إن هو جمعوا بأهل الفنانة شيرين كثير من اللقاءات، وإنه عايز يشهد شهادة حق، وإن هما ما ظهروش في حياتها آخر سنتين، وكل نجاحات شيرين الماضية كانت وسط أهلها اللي بيدعموها وبيحبوها. في الآخر خالص ردت شيرين بتسجيل صوتي، تفتكروا نصفت فيه مين في الآخر؟ حسام حبيب. مش عيلتها؟ أكيد حسام حبيب. وقالت إن حسام حبيب هو اللي بيقول الحق مش أخوها، وإن فعلا أخوها باع السوشيال ميديا بتاعتها بتوكيل كانت عاملاه قديمة، توكيل قديم يعني كانت عاملاه له، وإنها عندها أغاني كتير هتعجب الجمهور وكانت مستنية تنشرها ولكن لم تسنح الفرصة. واو، تفاصيلنا احنا معقدة جدا، ننصدم يعني. وهي عائلية بحتة، ولكن عادة خلاص أصبحت ملك للجمهور. موضوعك الثاني، مصري يروج للأفرو سنتريك، إيش هي القصة؟ طبعا هو كل يعني في الفترة الماضية في أكتر من مرة أثار الجدل موضوع حركة الأفرو سنتريك في مصر. فمؤخرا في مجموعة من حركة الأفرو سنتريك زاروا أحد المتاحف المصرية، وبدأوا يزعموا إن هم أصحاب الحضارة، وإن الصور والأثار دي ترجع لحضارتهم هم وليست حضارة المصريين. ووثقوا الحديث ده بصور نشروها على الصفحات بتاعتهم. طبعا
الصور دي انتشرت جدا وكان في غضب شديد ادى ان هم في الاخر مسحوا الصور. بعد ما مسحوا الصور انتشر بقى فيديو زاد من موجة الغضب يرجع لبائع في احد البازارات، هو بائع مصري وكان يعني بيتكلم مع مجموعة من الافارقة السائحين اللي بيشتروا من البازار وبيأكد لهم ان فعلا الحضارة المصرية ترجع لحركة، يعني بيدعم حركة الافروسنتريك وان الحضارة المصرية هي فعلا وصولها لأصحاب البشرة السمراء. وقربت من الكاميرا واحدة من السائحين ويعني اتكلمت بما يفيد ان ده يعني زي ايه تأكيد من احد المصريين على الفكرة. طبعا الفيديو انتشر بشكل رهيب والناس كانت متضايقة يمكن اكتر كمان من الصور بتاعت حركة الافروسنتريك لان ده مصري في الاخر. فكل رواد مواقع التواصل الاجتماعي تقريبا هجموا البائع، بالاضافة طبعا للاثريين اللي وضحوا ان ده مش من اختصاص بائع البازارات ان هم يشرحوا التاريخ لانهم ما عندهمش المعلومات الكافية وان ده دور المرشدين السياحيين، وطالبوا طبعا بمحاكمة البائع بتهمة التشكيك في الحضارة المصرية القديمة. ايوه لهم من زاء دكتور زاهي حبو هسه. شكرا لك يا مراسلتنا طبعا من القاهره ندى حجازي، شكرا لوجودك معنا وضحكتها حلوه على الصباح ندى. قد يبدو مفاجئا انه عندما تتراكم ضغوط العمل النفسيه والتوترات في جسدنا فانه يتم توزيعها على مناطق مختلفه من اعضاء الجسم مثل الرقبه والكتفين والظهر وغيرها. هذه الاعضاء بدورها تقوم بتحمل هذا العبء مما يؤدي بهذه الاعضاء في الشعور بالنهاية إلى الألم، وبالطبع الاسترخاء قد يساعد نوعا ما. قبل النقاش مع الكابتن جانتي خلونا نروح للسوشيال ونشوف مع المدرب عبدالله الفلاح ما هو الحل الأفضل للتخلص من جهد العمل قبل أن يتطور ويتحول إلى ألم. هل تحس بالتعب في دوامك؟ جرب هذا الحل. في الدوام نحس بالإجهاد ونحس أننا نحتاج استراحة حتى لو كانت قصيرة. الضغط اللي نحس فيه من العمل مو بس لأنه صعب لكن برضو من كثرة التفكير فيه قبل الدوام وبعده. الحل في أنك تاخذ استراحات قصيرة وتخطط بشكل مفصل للمهام وتقسم كل مهمة إلى أجزاء أصغر، ولا تنسى تاخذ استراحة بين كل مهمة والثانية. بهذه الطريقة راح تحس بالرضا والإنجاز وترتاح من التفكير الزايد اللي لازمك طول اليوم. طيب خلونا نروح إلى الزميلة الريان الظاهر لتخبرنا ماذا تفعل الضغوط النفسية بأجسادنا وما الحلول التي علينا اتباعها. يسعد صباحك مرة أخرى يا ريان، وأتمنى أنك ما تكوني تتعرضي لهذه الضغوط التي تؤثر على عضلاتك وتسبب لك الآلام. لا الحمد لله يا ريم، لكن أعتقد بعد كده أي آلام جسدية ممكن نشعر بها نرجعها للتوتر والخوف والقلق والأشياء النفسية. يعني الضغوط النفسية قد تشعرك بآلام جسدية وإليك أكثر الأعضاء تأثراً بحسب تايمز أوف إنديا. نبدأ بالقلب الصغير الذي لا يحتمل مشاعر الحزن والأزمات العاطفية، حيث تسبب زيادة خفقانه وضغط الدم وحتى الأمراض أمراض القلب. اعتني بقلبك وقدم له الرعاية العاطفية. أما الرأس فبالطبع يتأثر بالإجهاد العقلي الذي يسبب الصداع والصداع النصفي، وكذلك الشعور بالتوتر والإرهاق يؤدي إلى آلام في الرأس. بالراحة والاسترخاء تخلص من بعض حالات الصداع. وبالنسبة لأسفل الظهر، هذا الجزء تحديدا يعتبر عرضة بشكل كبير للتوتر المرتبط بالإجهاد كالضغوط المالية مثلا التي قد تحدث آلاما مزمنة ربما تؤثر على التحرك، وهنا ينصح بممارسة الرياضة. ونختم بهاتين اليدين، ففي بعض الأحيان أحيانا ترتجفان عند الشعور بالقلق أو الخوف، وقد تتداخل هذه الاستجابة الجسدية مع الأنشطة اليومية فتزيد من التوتر. وبالتأكيد يساعد الاسترخاء وتمارين اليد في تخفيف آلامها أو التخلص منها. الآن إلى ريم. شكرا لك يا ريان، ورحب بمدرب اللياقة البدنية جانتي شعبان. يسعد صباحك جانتي. صباح يا هلا. يعني أسلوب حياتنا، سيبك من الأشياء اللي إحنا نسويها وكده، التوتر القلق يعني في أشياء حتى الحملة المسؤولية الزايد بتأثر على نحس بآلام في الرقبة والكتف. ترى هذه طول الوقت أنا أشعر فيها. منتهين من الموضوع. فيعني كيف أنا أقدر أسوي الرياضات
تقوي هذه العضلات تمام. وتساعدني بالتخلص الألم. هل هي حتساعدني بالتخلص من الألم ده ولا لا؟ أوكي، خلينا نبدأ من قاعدة، بدايات صغيرة، نقاط بسيطة. هل الإنسان اللي يقعد على المكتب أو عمل مكتبي، مش ميداني، مكتب الميداني يتحرك كثير، لكن المكتبي اللي يصير عليه ستريس، هل الإنسان هذا إذا رياضي راح يحس بالألم مثل الإنسان العادي؟ لا، أكيد لا. ليش؟ أيوة. لأنه في كتلة عضلية، في عضلات، في جهاز عصبي نشط عنده، فدائما تلاقين جسمه بأنه بأبسط حركة تحفز الجهاز العصبي وجسمه شد وانقبض والعضلة الفلانية تتحرك والعضلة الفلانية تتحرك، أحسن ما يكون عنده ضمور وجالس على المكتب من دون أي نشاط بدني. مزبوط. هاي النقطة الأولى. احنا نعرف كل زين بأنه الجهاز العصبي مرتبط بالجهاز العضلي، هن اثنيناتن بعيدين عن بعض، في كثير ناس ما بيهتمون بهذا الشيء. الراحة النفسية وبداية نهارك يحدد كيف راح تكون جلستك على المكتب وكيف راح يكون نظام حياتك اليومي. في كثير ناس تلاقيه أول ما قاعد الصبح مباشرة كاس كوفي وراح على العمل مباشرة بدون إفطار، من دون أي نشاط بدني، من دون أي شيء تسويه أنت. أنا ماشي على الصيام المتقطع، فأنا مرتاحة فيها يعني. أنت مبسوطة مرتاحة، بس لا تقولي لي أنه ما يصيبك ستريس بعض الأحيان. أنا طول الوقت على في ستريس. زين، نقطة صغيرة، ليش دائما الآلام تجي بالظهر والكتف؟ الكتف ما بتجي بالأمام، بالتشيست، بالبايسبس، بالرجل الأمامية، شنو السبب؟ أنا بالنسبة لي أتوقع لأني أحمل حمل كبير مسؤولية. لا لا أبدا، مش وتوتر وقلق طوال تمام. أوه، ضغوطات نفسية كالعادة. مزبوط. أي إنسان عربي عنده هذه الضغوطات النفسية، مش بس العرب. لكن الجهاز العصبي بالأصل هو من الخلف مش من الأمام. صح، الجهاز العصبي من الخلف، لهذا السبب تلاقين بعض الأحيان لما يكون شخص متعب يجي شخص أو أي مزاح أو زوجة أو صديقة أو صاحبة أو صديق، بس يمسك له عضلة الترابيز تلاقي يرتاح وأعصابه تخدر ويصير ينمل جسمه. صحيح. هذا الجهاز العصبي كله مارر من الخلف. صحيح. تمام، ويأثر طبعا، فلهذا سبب تلاقين الستريس مسكة ظهر. مزبوط. شوية برد حر مسكة ظهر والتاب. تمام، جلسة مكتب خمول رأسا مباشرة بس تحرك صار عنده مشكلة، فهي هاي المشكلة بهذه المنطقة كلها. فالأفضل إنه يكون عندك بداية نهار جيدة. أولا نبتعد عن القهوة مباشرة على الريق، لأنه أيه. تسبب لك جفاف بالكلية فظيع جدا. طبعاً. تمام، ضروري يكون نبدأ بالموية. أبسط شيء الجهاز العصبي يحتاج إنه يكون ريلاكس مرتاح. الدورة الدموية تحتاج مور أكسجين، أكثر بلازما، ما تكون جافة وشادة. هذا هي بداية ستريس، بداية القصة. مزبوط. من الصباح بعد هاي الحياة الصحية رياضية المفروض. طب خلينا نتكلم على بعض الآلام اللي في الجسم وإيش بتمثل. زي ما قلنا ألم الكتفين اللي بتثقل الكتفين، وهي طبعا تدينا إحساس الضيق والقلق، وهذا بيصيبنا بالتشنج والتصلب أحيانا زي ما ذكرت. استخدام الموبايل بكل بساطة. طبعا. بكل بساطة بالفعل. ولما تكون هذه العضلات ضعيفة بنشوف مع مرور الزمن الناس بيبدأ يصير لها تقلص، تحدب يصير، ويصير انحناء بالرقبة، ويصير تظهر عندنا هذا هنا العظم اللي أسفل الرقبة يظهر مباشرة بنتوء فظيع ومزعج بالفعل. منظر. وترى بدأنا نشوفها على جيل جديد ومن الشباب الآن، سن صغير بنشوف الحدبة هذه، بنشوف النزلة دي، لأنه ما في رياضة وجلسة غير صحيحة، فبتبدأ العضلات دي تتقلص. زي أنا إجتني إصابات بالجيم كتف ما يقدر يحركه. تخيلي لهالدرجة، هذا موظف كتف ما يقدر يتحرك. أباوع عليه أنه في عضلات، أنه الجسم لا بأس فيه، لكن لما نراجع المشكلة بسبب مسكة موبايل. أقول غير مسكة موبايلك طبعا. أو غير جلستك على المكتب. ومثل ما قال الأخ هنا أنه ضروري أنه الشخص يتحرك، ما يظل بس جالس. نعم. على الكرسي ضروري أنه أي حركة، أي نشاط، سوي حركة تغيير شوي. لا، 30 ثانية على الأقل. طيب إيش رأيك نروح نشوف أسئلة الناس وكيف المتفاعلين وتعليقاتهم على سؤالنا؟ ووجه سؤال لضيفنا المدرب جانتي حول مواجهة الآلام أو آلام الجسم الناتجة من ضغط العمل. نبدأ بالسؤال الأول من مصطفى، كيف أتخلص من الصداع الذي يرافقني خلال العمل يومياً؟ سبب أسلوب حياة، هسه جاوبناه قبل شوية. نعم. لما يفيق الصبح مباشرة فنجان قهوة وراح على العمل، هايدريشن ماكو، مي ماكو بجسمه، بلازما مش موجودة بالدورة الدموية. دائما أنا لما يصيبني صداع شنو السبب؟
غالبا جفاف مزبوط. مليون بالمئة. احنا نروح ناخذ بنادول وخلاص. شايفه شلون البنادول؟ انا بالنسبه لي البنادول انا اعتبره العفو يعني سم على جهاز المعده. صادق. المعده حساسه كلش، والمعده مرتبطه بالدماغ، فيها جهاز عصبي نازل عليها مباشره. اذا الموضوع اسهل من كذا، اشرب مويه اكثر. بس اشرب مي لا اكثر ولا اقل، خصوصا اذا كان فيها شويه معادن املاح او شيء. ليش لا؟ سؤال اخر من حسين يقول هل يمكن ان تساعد تمارين اليوغا من التخلص من الام الجسم الناتجه عن العمل؟ شنو اليوغا؟ اليوغا فيه اثنين. أيوة. في اليوغا جالس، ايوه، وفي الاسترتشينج. وفي استرتشينج، ايوه. فهو على اي واحدة قاعد يقصد استرتشينج مليون بالمية تخلص. ممتاز. الجالس تصفي عقله، الله يهدى. احنا على الهواء. بلعت هذا خلاص راحت. طيب اوكي، سؤال اخير من مها تقول ما هي مواقع نقاط الالم او التوتر العضلي في الجسم؟ يعني انا كيف اعرف انه الان عندي هذا الالم في العضله، لكن كيف اعرف انه هذه ناتجه عن توتر وليس عن مثلا اصابه او شيء بسبب توتر؟ والله هو السؤال ذكي. السؤال ذكي. هو الكورتيزول اولا. هو اللي يتحكم باعصابك كلها، طبعا يتحكم بالحاله النفسيه وبالهرمونات. وفوق هذا كله يتحكم بالاعصاب. بس شلون نعرف بانه هذا جاي من التوتر والقلق؟ من التوتر والقلق او جاي من شغل. التوتر والقلق يصير بالجسم كامل، ما يصير بمنطقه معينه. بس غالبا هنا هذه المنطقة تحديدا اللي هي حول. هو الجهاز العصبي موجود بهاي المنطقة. مظبوط. الجهاز العصبي، هذا الجهاز العصبي يحتاج تحفيز. تحفيز شلون؟ تسبب للألم. نعم. تسبب شنو هو؟ الخمول. بالضبط. لو صار في نشاط حتى لو كانت نفسيتك تعبانة مستحيل يصيبك آلام يسموها لوكيشن يعني ثابتة بمكان واحد. طيب عشان اخفف من هذا الالم استرتشينج ولا اروح الجيم اسوي حديد؟ لا الجيم اوفر ممكن يزيد اكثر. استرتشينج اكثر. استرتشينج انا ضد الجيم. طب ورينا كذا استرتشينج بسيط كذا بس لهذه المنطقه واحنا جالسين. للعنق. للعنق والكتفين يعني. تصدقين انه انا اتمرن تمارين العنق عندي بالجيم، تمارين لعضله الرقبه يعني تحط لها حديد. اوزان. وفي كثير ناس يصوروني من بعيد انه هذا ايش قاعد يسوي، بينما مايك تايسون، بروسلي، كل المحترفين، ابطال العالم، حبيب وغيره وغيره وغيره، كلهم يتمرنون تمارين العنق. كلش ضروري انه نتمرن هاي المنطقه، الجهاز العصبي مار من هنا. احنا ننسى نمرنها. ما يصير. اذا كانت العنق ضعيف حساس جدا للاصابات. اذا مجرد ركضت وتوقفت على الحركه ممكن يسبب يحفز الجهاز العصبي يعمل لك اصابه. فالعنق ضروري انه تكون له تمارين او استرتشات الجانبيه او بالمطاط، او مثلا هساني مثلا قاعد بس اضغط بايدي تكون انا حفزت العضله. كل العضلات عندنا اكثر من 24 عضله موجوده بالعنق. مصبوع. 24 صح، واحنا ننساها ونهملها نسميها صبعيه. مثل الاصابع تجي موجوده بكل مكان. ضروري جدا نمرنها عشان نتحاشى هذه الالام. جا انت شكرا لوجودك معنا في لن. هذا الصباح شكرا لك. تصرفي ان انا دايما بهرب من موجه الحر العاليه سواء داخل السياره سواء خلال في مجال العمل، طبعا بيكون تكييف او مراوح ازود نسبه شرب للمياه. بتراشى الحر بالكاسكيته يا اما بميه. بالمكيفات طاره وبالمراوح طاره اخرى، وبنقضيها يعني على اساس بنتاقلم مع الجو. ما بنزلش في وقت الذروه اللي هو الصبح، في الوقت اللي هو بيبقى فيه حر قوي، بس ببقى قاعده في البيت فتره الصبحيه، وحتى لو في شغل وكده فبروح بدري، بس ببقى مشغله التكييف في البيت. بقعد في بيتنا كده في التكييف في اوضتي، مشروب ساقع وزي الفل. بشرب ميه كتير، ما بلبس الوان غامقه عشان الحر، بحاول ابتعد بقى عن اشعه الشمس وكده، اي حته مثلا فيها ضله وكده. تخيل أن تكون مسافر في الطائرة في رحلة، لكن لما تهبط على الأرض تلاقي الدنيا مقلوبة عليك بسبب ظهور شارة متوفي على حسابك في الفيسبوك بشكل مفاجئ. طبعاً الأمر صدمة نفسية لأهلك وكل محبينك وحتى لك أنت شخصياً. هذا السيناريو بالضبط ما حدث مع مقدمة المحتوى المصرية ساندرا فارس، علماً أن حسابها موثق بالعلامة الزرقاء لتقرر مقاضاة فيسبوك. ساندرا معانا من القاهرة لنعرف التفاصيل منها. أنا رفعت قضية ليه؟ لأن هو سبب ذعر لعيلتي لما كنت مسافرة، حط على بروفايلاتي إن أنا اتوفيت أو إن أنا مت.
مرحبا معنا بصانعة المحتوى ساندرا فارس من القاهرة. يسعد صباحك ساندرا وحمد لله على السلامة. شكرا مسي، صباح الخير. صباح الخير. يعني ايش تفاصيل القصة بالضبط؟ هل انت كنتي بتصوري قبل ما تركبي الطيارة، كنتي بتصوري هذه التفاصيل عن حياتك وعادي وعايشة حياتك وبتصوري وبتنزلي هذه الفيديوهات على حساباتك، وفجأة نزلتي من الطيارة تفاجأتي، ايش حصل بالضبط هنا؟ اللي حصل ان انا كنت مسافرة عادي جدا. انا طبيعتي صانعة محتوى ازياء وسفر، كنت مسافرة عادي، ولحسن حظي الطيارة اتأخرت 5 ساعات. قعدت مستنية في المطار زي أي حد، بعمل فيديوز، حصل لي مواقف صورتها. وقبل ما الطيارة تطلع تقريبا بربع ساعة، لقيت ان فجأة طلعت من الفيسبوك بتاعي واكتشفت ان انا بقيت متوفية. ملحقتش حتى اقول لحد، كانت الطيارة خلاص ابتدت تطلع. وطبعا لما وصلت هناك لقيت ان الدنيا مقلوبه عليا في مصر، والناس فاكره ان انا توفيت فعلا، وفي ناس عزت فيا. ومش عارفه لحد دلوقتي الفيسبوك مش مقتنع ان انا عايشه. الى الان العلامه ما زالت متوفيه بالظبط، لسه شايف ان انا متوفيه، برغم ان انا بحاول اثبت بكافه الطرق ان انا لسه عايشه حيه ارزق، ولسه مش راضي يشيلها. نعم، هو غالبا الاجراءات المتبعه حتى انه تتغير هذه العلامه ويضع علامه انه هذا الشخص متوفي او هذا صاحب هذا الحساب متوفي، ما هي سهله هذه الاجراءات. فكيف حصل زي كده في ظل انه انت ما زلت تستخدمي هذا الحساب وبتنزلي عليه فيديوهات وصور؟ ويمكن هذا هو السؤال، لانه البعض يقول انه قد يكون تهكر الحساب من شخص ما وهو قدم على هذه الاجراءات. هو مش اتعمل له هاكينج، هو في حد قدم شهاده مزوره ان انا اتوفيت، واتعمل ريبورتس على الاكونت ان انا مت، وان اللي ماسك الاكونت ده شخص مزيف. طبعا الفيسبوك بياخد بالكلام ده، فبالتالي الاكونت اتعمل على طول ان انا اتوفيت اكونت، وانا كنت عامله اكونت تاني سبير 4 ايام بالظبط، واتعمل نفس الموضوع ان انا اتوفيت على الاكونت التاني. فالموضوع كان غريب شويه. طب هل انت قدمتي على شرطه المعلومات حقت الاونلاين او الانترنت عشان تشوفي؟ يعني يبدو انه هناك شخص متربص بك ويريد ان يعني يثبت بانك متوفيه، لانه قام بالموضوع مرتين. ايش الاجراءات اللي سويتيها هنا؟ بصراحه انا لو عملت حاجه زي بصراحه لو قدمت حاجه في مباحث الانترنت مش هقدر اوصل لاي حاجه، لان انا جربت قبل كده مش هعرف اوصل. الحل الوحيد ان انا مسؤول قدامي اللي عمل كده، او ان انا طلع الاشاعه دي على الفيسبوك. الحاجه الوحيده اللي اقدر اعملها ان انا اقاضي الفيسبوك، ان هو المسؤول امامي ان هو عمل الاشاعه دي، وان هو خلاني لحد دلوقتي الناس فاكريني ان انا ميته. طيب انت بتقولي انك راح تقاضي الفيسبوك، طيب الفيسبوك يعني هي جاله طلب، وبناء على هذا الطلب والاوراق المثبوته بانه هناك شهاده وفاه وكذا وافق عليها، طب ما الم يعطيكي هذه التفاصيل عندما تواصلتي معاهم بانه ترى عندنا احنا اثبات بانه انت متوفيه؟ لم يخبرك من الذي قام بذلك ومن هو هذا الشخص الذي قدم هذا الطلب؟ يعني غريبة الاستجابة للطلب وصاحبة الحساب حية. هو المفروض طبعا اللي يقدم الطلب يكون حد من المقربين، او يكون من الاكاونت اللي انا هديه. يعني انا عاملة الاكاونت اكيد بعد كده ان في حد تاني هيمسكه، لكن ما ينفعش ان اي حد يقدم شهادة مزورة انه ياخد بيها. فدي حاجة انا شايفها ان هي غلط تماما. ما ينفعش اي حد يعمل ريبورت للاكونت ان الشخصيه دي توفت، يبقى الاكونت ده فعلا الشخصيه دي اللي فيه توفت. لازم يتاكد من ناس مقربين مش اي حد، خاصه ان انا بابليك فيجر ومعايا العلامه الزرقاء مش السبسكريبشن اللي بالشهر، فلازم كان يتاكد. مظبوط. يعني طيب الان في محاولاتك للتواصل معاهم واثبات انه انت حيه وصاحبه الحساب وما زلت حيه ترزقي، ايش رد فعلهم؟ ما هو ردهم لك؟ ردهم ان هم بيطلبوا صور مني كتير جدا عشان خاطر اثبت ان انا عايشه، فيديوهات، وبرده ما بيردوش، ومستنيه الرد. انا بقالي تقريبا 10 ايام مستنيه الرد، ولسه لحد لحظتنا هذه ان هو مش مقتنع ان انا حيه. عجيب. ببعت بس صور.
يعني هذا صراحة موضوع مخيف جدا، انه كيف اي احد يستطيع انه يبلغ انه هذا صاحب الحساب توفى ويتم التجاوب معه بينما صاحب الحساب حي. اتمنى لك التوفيق في انك تسترجع حسابك وحياتك الافتراضية يا ساندرا مرة اخرى، وشكرا لوجودك معنا في هذا الصباح. اولا نحذركم، هذه الفقرة للحالمين فقط. سيارات السوبر تدخل عصر الطاقة النظيفة، بوغاتي تكشف عن آخر إصداراتها، سيارة تروبيون الهجينة بسعر يبلغ 4 ملايين دولار، الشركة تقول إنها ستجمع بين الجمال والآداء والرفاهية أو كما تصفها بالأيقونة الخالدة. فيراري من جهة أخرى افتتحت مصنعاً لتصنيع السيارات الهجينة والكهربائية، وتطلق أول سيارة كهربائية بالكامل في تاريخ الشركة مع نهاية العام المقبل. أما لامبورغيني ورغم تفوق إنتاجاتها الهجينة لكنها ستتأخر في طرح أول طراز كهربائي بالكامل، ولن تطلقه قبل عام 2028. عبر منصات السوشيال ميديا نشرت شركة بوغاتي مقاطع قصيرة لسيارتها الجديدة تروبيون، أول سيارة هجينة للشركة والمقرر إطلاقها عام 2026. نرحب بخبير السيارات الفاخرة كريم حداد. يسعد صباحك كريم، ويبدو أن محبي السيارات الرياضية على موعد عجيب مع هذه التغييرات الكبيرة اللي بتحصل في عالم صناعة السيارات، والسيارات الكهربائية راح ترضي غرورهم، صح كذا؟ فينا نقول هيك كمان صح. طيب خلينا نتكلم عن المستقبل لبعض السيارات الرياضية اللي بيعلنوا عنها حاليا، وإيش التغييرات اللي راح تكون فيها مبدئيا. الأساس في هذه السيارات إيش عندما تتحول إلى سيارات كهربائية، ما هو اللي راح يفرق مع المحب هذه السيارات، إيش الجديد فيها؟ صباح الخير. هلا اللي بدي لك عليه كليا تحول للكهرباء، سيارات الهايبر كار ما حيتغيروا كليا للكهرباء مثل ما بيقولوا. نعم. الهايبر كار عم يدخلوا لهم بطاريه ومكانات كهرباء حتى تساعدهم بالتسارع اول شيء. طيب. وحيصير في عندنا احصنه اكثر، وهذا الشيء شفناه بكثير سيارات. خلينا نحكي على اخر وحده فيهم اللي هي ما شاء الله الدنيا كلها عم تحكي فيها، اللي هي البوغاتي توربيون. وسموها توربيون هي لانه كمان شركه جيكوب اند كول تبعت الساعات اللي هي ساعدوهم بالعدادات. فالتوربيون هي من الكومبليكيشن، من التعقيدات بالساعات، حطوها كمان بتصميم السيارة. فالسيارة هلا صارت V16 مش W16. V اللي هي الشيب تبع المكنة، ما حفوت كثير تفاصيل هلا أنا، بس هذه التفاصيل تهم محبي هذه السيارات يعني صدقيني يستمتعوا بيها. طيب ماشي. كان بالقبل شكل W16 اللي هو مكنتين V8 حط بعض، هلا صار لا مكنة جديدة كلياً و V16 اللي هي صارت 8 سلندر و 8 سلندر بشكل V. كل السيارة بلشوا فيها من الصفر، منا معتمدين فيها على ولا سيارة تانية قبلها، ولا قطع فيها مرتبطة ببوغاتي ولا أي شيء من لنقول قبل كانت فوكس فاجن ولا شيء. براند نيو يعني شيء جديد تماماً. فصارت السيارة هلأ 1800 حصان، الأرقام تبعيتها مخيفة. هلأ حسب ما بتذكر أنه المكنة الأساسية اللي هي V16 بتولد حوالي 1000 حصان بتذكر، والباقي هو معتمد على البطارية، لأنه في عندك حتى كمان 3 محركات كهرباء فيها، 2 على الأكسل الأمامي وواحد بالسيارة من وراء. فحتى التسارع صار أول مرة نشوف هيك شيء يعني بسيارة مثل هيك، ثانيتين من صفر لمية، وخمس ثواني بس من صفر لميتين، ما في سيارة هيك.
واو طيب الارقام بس بتطلع السياره بتوصل ل 445 كيلومتر بالساعه. واو هذا شيء مخيف بس جميل وجيد لمحبي هذا النوع من السيارات الفارهه الفخمه والرياضيه في نفس الوقت يعني. فالحلو انه مخليه لك المكنه الاساسيه اللي هو كل الناس بيحبوه ما بدهم يتخلوا عنها، وزيدوا لك الصوت تمام هو كرمال الصوت لانه كنا عم نحكي هذيك المره. تخيلي انه هلا انا بفهم لما تكون سياره فخمه كهرباء الواحد منه حابب يسمع صوت مكنه ولا الفايبريشن تبع الانجن ولا شيء، خلاص ستريت يعني بتوصل الى المكان اللي بدك اياه براحه. بس سياره رياضيه كلنا متعودين جزء من مميزاتها هذا. طب خلينا نتكلم بعض عن السوبر سيارات بوغاتي تشيرون اللي سعرها 3.3 مليون دولار. شيرون هي اللي كانت قبل التوربيون، ايوه وقفت هلا خلاص ما بقى حيتصنع شيرون. تصنع لنا 500 سياره. التوربيون اللي هي خليفه الشيرون اللي حياخذوا الاوردرات تبعتها اللي هي الطلب الشراء يبدا بال25 واول سياره حتتسلم بال26. اللي هي التوربيون اللي سعرها 4 مليون دولار صارت فوق 4 مليون دولار صح. هذه بالطلب وبالحجز وبالانتظار و250 سياره بس حيصنعوا بالضبط يعني نقدر نقول واذا بتحسبيها اعطيتك سامحيني اذا بتحسبيها 250 سياره وخلينا نقول ابتداء من 4 مليون دولار طبعا هي ما حتكون 4 ابتداء من 4 يعني خلينا نقول مينيمم عم تحكي بمليار دولار صح. واو. واو. كتوتل كمجموع ولكن في ناس بتجي بتقول لك انه سعرها يمكن مبالغ فيه. ابدا منه مبالغ فيه وهي واي سياره ثانيه هلا هي تطلع فيها كتحفه فنيه اكثر ما تطلع فيها كسياره عاديه. وشغله ثانيه بدك ما تنسيها والناس ما لازم تنساها انه اي سياره بتتصنع في فريق من مهندسين قبل كل شيء عم يشتغل عليها على التصميم تبعها الخارجي والداخلي على المكنه تبعيتها على الايروديناميك. فلما بتكوني عم تصنعي السياره ناويه تصنعي منها 500,000 سياره التكاليف هيدي حتتقسم على 500,000 سياره مزبوط. صح مزبوط. ولكن لما تكون عم تتقسم على 250 سياره تلقائيا سعرها بده يكون اعلى. هي بعد ما حكينا على المواد المستخدمه ما حكينا على الاعجاز العلمي كيف مدخلين مكنه بهالحجم هيدا بسياره صغيره تعتبر. أوه. وا 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 يا بختكم اللي تحبوا السيارات. بدات صراحه يعني يستهويني هذا الموضوع. ايضا خلينا نتكلم على سياره اخرى الفيراري دايتونا اللي سعرها بالضبط 2.25 مليون. ايش الجديد فيها هلا قبل ما نحكي فيها اللي هي كمان يعني هي شوي تحت الالف حصان ولكن بعد هي في ناس يمكن تفكرها انه هي خليفه لفيراري. هي منها خليفه لفيراري سياره من الهايبر كارز خلينا نقول ولكن لفيراري كانت هي فتره طويله الهايبر كار بالفيراري. في بعد اللي جاي بعد اكثر منها يعني حتكون بنحكي فيها بعدين قريبا ان شاء الله. بس ما بدنا نحكي هلا على الكهرباء كليا ابدا بس خلينا قبل ما نحكي عليها في عندك مثلا شركات كثير هلا بالوقت الحالي من ضمنهم الكونيكس ايج من ضمنهم باغاني عندك زينفو عندك ابولو. في شركات يمكن الناس تكون ما كثير عندها يعني معلومات عنها وعندك ديتو مازو هاي السيارات لانه اساسا قليله حتى تلاقيها بالشارع اللي بيشتروها. خلينا نقول افترضنا ليصنعوا 100 سياره طب ما انت كم دوله عندك و يعني العالم كله اذا لنقول كل دولة أخذت سيارة أو سيارتين منها شو الاحتمال أنك تشوفي السيارة على الطريق هذه مثلا؟ مستحيل طبعا. فمنشان هيك ما كثير ناس عم تسمع فيها علما أنه تحف فنية تعتبر واستثمار. يعني ليش استثمار؟ لأنه لما بيكون بمرحلة لما بيكونوا أول ما عم يعلنوا عن السيارة طبعا بيفتحوا الطلب الشراء تبعها. الناس بتحط الداون بيمنت شو يسموها بالعربي اللي هي الدفعة الأولية صح؟ الدفعة الأولى صحيح الدفعة الأولى لتوصل السيارة ويكفوا سعرها خلينا نقول مرحلة سنة سنتين التي هي تما الشخص اللي حطها ممكن يكون تاجر أساسا ممكن يكون هو ناوي يبيعها من أساسا بالضبط إنه غير إنه استثمار فقط صح غير اللي بيكون هو ناوي يجمع يعني والله يسوقها ولا شيء. احنا نتكلم على فئة ناس معينة يعني وطبقة معينة جدا اللي يستهويهم هذا النوع من السيارات. طب أنا لو بدي أختار سيارة إيش أختار؟ ما هي السيارة المناسبة لي هنا؟ بهيك بصير اسالك اسئله بصير اسالك مثلا لشو استخدامك للسياره شو البادجت تبعك مثلا شو البادجت حقي. لا انا اتكلم من ناجيني هديه طبعا بادجت ايه هديه ما شاء الله تستاهلي كل الهدايا ان شاء الله على حسب غالبا اللي يقتني هذه السيارات لا يبحث انه عن سياره عمليه او عائليه او يعني يبحث عن الرفاهيه عن الجمال. لو حدا عرض عليك خذي البوغاتي التوربيون البوغاتي التوربيون طيب حلو يعني هذه من السيارات والله غلطه ما شاء الله
طيب يعني هذا شيء جميل، ولكن مع هذه الأسعار يعني تفضل محدودة لفئة معينة، ولا مو أي أحد يستطيع. هقلك شيء على فئة معينة. في ناس كتير بتقول إنه مين مستعد يدفع هالأرقام، هيدي هو كل شيء بالحياة نسبي صح؟ اللي أنت بالنسبة لك مثلاً رخيص بالنسبة لكتير ناس غالي. مزبوط. والعكس صح كمان. في أشياء أنت يمكن تلاقيها شوية غالية، في ناس تقولك إنه لأنه هلا ما شاء الله عم تزيد نسبة المليونيرية سنوياً حتى شهرياً صراحة. والله. وعم تزيد نسبة البليونيرية المليارديرية كمان سنوياً. فهلا صار في عندك اكثر من 3000 ملياردير، يعني ما ادراك قد اكون واحده منهم واقتني واحده من هذه السيارات. عموما هي سيارات للحالمين. شكرا لك كريم حداد، شكرا لوجودك معنا في هذا الصباح. طيب لنذهب الى ملف اخر وموضوع يجتاح احاديث فضاء السوشيال ميديا، طاقه الانوثه وطاقه الذكوره، كاننا نعيش في عالم عنوانه التحدي بين الطاقتين. لتوضيح الموضوع، بحسب هذه النظريه المنتشره فانه حتى لو كان هناك رجل يقوم بمهامه ومسؤولياته كرجل، غير ان المراه شرعت بسحب بعض الادوار منه دون قصد، ما ادى الى ارتفاع طاقه الذكوره عندها مقابل انخفاض طاقتها الأنثوية، وبالتالي قد يسبب ذلك مشاكل في علاقتها الأسرية والزوجية. تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع أكيد نذهب إلى زميلة ندى حجازي في التقرير التالي. هل سمعتم يوماً عن رجل بطاقة أنثوية؟ اختصاصي السلوك وعلم النفس يقولون إنه من صنع المرأة، وليس أي مرأة، بل المرأة القوية التي قامت بمهامه بقصد أو دون قصد إلى أن اعتاد الراحة والمعيشة السهلة. عنده طاقة الأنوثة عالية، بمعنى إنه ما عندوش مبادرة، سايبك أنت تخططي، لو في مشكلة بيخليكي أنت اللي تبدري دايماً طول الوقت، حاسة أنت اللي بتبدري، أنت اللي بتدي، أنت اللي بتخططي، أنت اللي بتعملي، وهو بيستقبل بس. من صفات هؤلاء الرجال أنهم يريدون الاستقبال أكثر من العطاء، يبحثون عن الاهتمام ولا يقدمونه لأسرهم. أيضاً من صفاتهم فضوليون، يحبون لفت الانتباه ويميلون لعيش دور الضحية ومتقلب المزاج، ومع كل هذا يفضلون الهروب بدلاً من اتخاذ القرارات وإيجاد الحلول. أول خطأ في تربية هذا الرجل إنه ما نمت عضلة المسؤولية، لأنه كل مشاكل الرجل الأنثوي في تحمل المسؤولية، هو يكره تحمل المسؤولية زي ما قلنا، هو خايف إنه يفشل من تحمل أي مسؤولية، ما عنده ثقة بنفسه إني أنا حعرف أحل مشكلة معينة، فبالتالي أهرب وأتجنبها. والخلاصة، بما أن المرأة القوية هي التي صنعت هذا الرجل، فإن المرأة التي لا ترغب بمثل صفاته عليها أن تزيد من صفاتها الأنثوية لتجذب شريكاً أكثر رجولة وبصفات ذكورية. لصباح العربية ندى حجازي، القاهرة. رحب في الاستوديو باستشاري علاقات محمد دسوي. يسعد صباحك محمد، ومعانا ايضا راوية، يعني خصوصا اننا بنتكلم على موضوع طاقة الأنوثة والذكورة، وبنشوف هذا الموضوع. اهلنا كانوا يعلمونا زمان انه خليكي ست في بيتك وما تقوميش بحاجة الراجل المفروض هو اللي يعملها، وكنا مننا فاهمين الرسالة، واليوم وضحت هذه الصورة، بدأت تزيد عندنا طاقة الذكورة، وصرنا خلاص أنا الراجل والست في البيت، وبدأ الراجل يتخلى عن هذه المسؤوليات ويذهب ويريح شوية بالضبط، ويصير أصلا سوفت كده في الحياة، وبدأ الراجل زي الست والست زي الراجل في الحياة للأسف. صح. شوف، الست بطبعها عندها طاقة أنثوية، مظبوط، والراجل عنده طاقة ذكورية. الطاقة الأنثوية بتتمثل إن هي طاقة استقبال، بتستقبل دايماً وبتستنى من الراجل كل حاجة، العطاء، يصرف عليها، لازم يراعيها، صح، يروح ويجي معاها، يقوم بمسؤولياته وواجباته، يجي الولد من المدرسة، يودي البنت الحضانة، كلام جميل، يقوم بالكلام ده كله. حلو. آه، ده الطبيعي، الراجل ده المفروض، الراجل اللي يعمل كده. دلوقتي إيه اللي بيحصل؟ العكس. ليه؟ عشان سيادتك السبب، لما تجيلك واحدة البيت، أنا معك، أنا أتفق، لما تجيلك واحدة البيت معاها ابنها وتقولك حبيبتي ده أنا ابني ده سيدي الرجالة ده أنا أحمد ده ده بص يا أحمد ده أحسن راجل في الدنيا، بس يا حبيبتي أنا عايزك إيدك في إيدي بقى، إيدك في إيدي وشاركوا بعض كده واشتغلي، اوعي تسيبي شغلك
وحضرتك توافقي؟ طبعا. بتوافقي ليه؟ لاني بحبه وحقه ما شاء الله عنك محبتي، ده الحب اللي بيخرب بيوت. لحظه يا جماعه الخير، الحياه صعبه والشخص هم اقنعونا بهذا الكلام. لا يعني مش معقول احنا ما عندنا عقل وما شايفين، يعني صعبه بس مو معنى. بالتالي اذا انت بدك تحسن مستواك الاجتماعي والمادي، شخص واحد لا يعرف ازاي. ايوه بقول لي استنى ازاي. حطي لي راتبك حوله لي اول ما ينزل. راوية روحي جيبي. راوية انت لازم تشتغلي. لا ما فيش ده. ايه ده حولي لي راتبي؟ لا ما فيش حولي لي راتبي بتاعي، بس انا مشاركة. طب ممكن اقول لحضرتك راتبنا المشترك في حسابنا المشترك. اشتغلي. نعم. هقف جنبك وادعمك واكبرك واحقق كل طموحك واخد من عمري واديلك. حلو حلو الكلام. بطبيعة الحال انت لما تلاقي جوزك واقع هتسندي؟ هتروحي تسندي طبعا. انما لما احطك امر واقع لازم تعملي. لازم تجيبي، لازم تصرفي. روحي انت طلعي السباك خليه يعمل البيت، روحي انت غيري الغاز. شوف هو مو شرط يقولها بالطريقه دي يا استاذ محمد، هو ما بيقولها، بس انا بجد نفسي في ارض الواقع. انا اللي بعمل اصبحت مسؤوله عنها من غير ما انا ادري، لانه هو يتنصل. اصبحت مسؤوله عنها وانت تدري بموافقتك. انت اللي وافقتي صح، وانت اللي عودتيه على ده، وانت اللي سمحتي له. أضع المبررات طبعاً. وضع الأسباب. أنا عايز أبقى جدعة معاه، ده جوزي، ده أبو ولادي، خليكي جدعة. وأنا قلت قبل كده الكلام ده، ما تبقيش جدعة بنسبة 100% مع الراجل. شكراً. خلي جواكي نسبة ندالة مسكنة. ليه؟ خلينا نقول عشان لو بقى ندل استندلي معاه. لا مش كده الموضوع. أنت متجوز؟ لا. ماشي خلاص. ليه؟ طب لو قلت إيه السؤال؟ مراتك بتشتغل؟ مش هشغلها لو اتجوزت. مش هشغلها، هتستتها. ولكن ايوه لو هي عاوزه تشتغل اقسم بالله الدعم الاول والاخير ليها هيكون جوزها. وهتكبر وهكبرها ومن مالي اديها لسبب. نعم. كون ان هي تكبر انا بكبر. كون ان هي تنجح انا بنجح. هذا لما يكون كون ان هي تكون امراه عامله. عن مسؤولياتك انت كرجل، مسؤوليات البيت وكل حاجه علي انا لان لازم. انا رجل. شكرا لك. طيب خلينا يا استاذ محمد نتوقف قليلا ونذهب الى الفيسبوك ونشوف تعليقات المتفاعلين على سؤالنا، هيسيطر الطاقه الانوثه على عالم الرجال؟ نبدا بتعليق مبارك ويقول فيه: بالتاكيد لا يمكن ان يحصل ذلك، لان الانوثه بطبيعتها تجمع بين الدلوعه والاميره الناعمه والانثى المسترجله والمتسلطه بنسب مختلفه. تقول لا سالي: مع الأسف صرنا نفتقد للأنوثة الحقيقية هذه الأيام، خاصة مع انتشار عمليات التجميل والفيلر. هذا موضوع آخر. أما بالنسبة رأي آخر: المرأة تجمع بين الأنوثة والرجولة، وخاصة إذا كانت تعيش بمفردها، فطاقة الذكورة تصبح مرتفعة عندها، بينما الذكر اللي يعيش طبعا مرفه بالتأكيد راح ترتفع عنده طاقة الأنوثة. منطقي. فاطمة بتقول: لن تسيطر أبدا، لأن الرجل بحكم دوره ومسؤوليات يظل رجل. بالضبط. هنا من تبادل الأدوار، وأن المرأة تقوم بمسؤولية الرجل، والرجل يبدأ يجلس على الكنبة ويريح. في إيه؟ لما بلاقيكي بتقدمي شوية بزقك أكتر. بالضبط. أريح. بتساعدي أكتر بزقك أكتر وأكتر. بتشيلي بتودي الواد المدرسة، طب خدي كمان البنت الحضانة. السباك جه، طب خدي النجار. طب مش لقيت. طب هو الرجل أصبح مبسوط الرجل بأنه طاقته الذكورية ومسؤولياته بتروح عنه. الرجل بيريح. تعود بيحسس الراجل براحة نفسية. ليه؟ أنت بتعملي كل حاجة، وكل ما أنت بتشيلي وموافقة أنا ليه لأ؟ واي نوت؟ شيلي. كل ما شلتي وانتي مرتاحة ومش بتعاني ليه لا؟ شيلي. وعلى فكرة هتدخل في الماديات طبعا. اشتغلي طبعا. اصرفي. حطيتي مزبوط. انا مش قادر اصرف راتبك ولا يهمك. مفيش. ما تقعديش. احنا تعودنا بقى راتبك على راتبي ابن البيت. لو انت قعدت اجيب منين بقى اللي انت كنت بتحطيه وانا راتبي قد كده؟ فاصبح مين اللي حط نفسه في الدائرة دي؟ سيادتك. طيب اذا الحل هنا في هذه الحاله، لانه بنشوف هذه الفيديوهات المنتشره، انا بقدر بشيل اسطوانه الغاز ودبه الميه وكل شيء، لكن مو انا شو بقول لك؟ لا اقوم اكون مسكينه امام زوجي واكون اني انا ما اعرف سوي لي، انا من غيرك ما بعمل حاجه، ما بعرف اعمل حاجه. رغم انك تعرف تعمل كل شيء. تعمل. انا اعرف بس ولكن. انا لا تعمل ولكن. نعم. لما تعملي حاجه قولوا له اعمل انت الحاجه الثانيه. لما تعملي حاجتين خليه يعمل اربعه. اوعي تعملي حاجه اكتر منه. صح. اوعي تصرفي اكتر منه. استعملك. اوعي تسمعي منه كلام خاص بالماديات وتقولي خد خد
خد خد دي كده مش هتعرف من كل الستات كلام على الرجاله كلهم هيطلعوا. لا ثواني لا 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 ويت ما انا هقول لك على حاجه انا لا ما لا احرض اي امراه انها لا بس هذا الصح هذا اللي كان يقوله انا اللي انا بقوله دلوقتي في سيدات بتعاني منه كتير حقيقي. ما تتطلقيش يا فندم انت ادام بيتك ماشي وانت راضيه وقادره تتحملي انت طاقه الزكريه لا ولا تحط حدود كملي انا بتكلم على اللي لسه هيتجوزوا مزبوط. لو سمحتي امه وهي قاعده جنبك وهي بتطلب ايدك لو قالت لك ابني وايدك في ايده قول له خالته انا هجيب انا عريس انا لابنك مش عروسه عريس لابنك لان ده مش راجل انا نفسي افهم الموضه اللي دايره دلوقتي الست اللي تروح تطلب من البنت وهي بتطلب ايديها لازم تشتغلي وتشاركي بس لا هي وتبقى شرط مش حتى اقناع وهي تبقى حتى شرط. لو شرط انا الجمله دي وداني مش قبلاها المفروض ان يعني انا بقاعد كابو بنتي ابو البنت انا ابوها وام العريس جايه تقول ايدك يا نهار ابيض عشان كده خلينا نقول انه في بعض العادات والتقاليد والاصول تفضل اصول يجب اننا نمشي فيها حتى في حياتنا ستت بنتك في بيتك نعم وادي بنتك لراجل يستتها هذا المفروض وراجل يتحمل المسؤوليه وكل واحد يتفقيت وراجل ما يكونش لابس حلقه اوعى تتجوز راجل لابس حلقه خلاص طيب استاذ محمد محمد دسوقي شكرا لوجودك معنا في هذا الصباح شكرا لك يا راويه الى ولاء وحديث السوشيال ميديا تفضلي ولاء اهلا بكم في فقره حديث السوشيال والتي نرصد فيها الاخبار الرائجه هذا الصباح العمر مجرد رقم حصلت المسنة الأمريكية التي تدعى فيرجينيا على درجة الماجستير من جامعة ستانفورد الأمريكية بعد 83 عاما من حصولها على درجة البكالوريوس عام 1940 في تركيا فاجأ عاملا إنقاذ عروسا تركية يوم حفل زفافها لتقابلهما بالدموع والأحضان العاملان هما من أنقذ العروس الناجية من الموت كانت تحت الأنقاض لأكثر من 50 ساعة في زلزال تركيا تم اعتقال سائحة أمريكية بعد اقتحامها مسجداً في يافا واعتلائها منبره ورفضها الخروج حيث طلب منها مصور المقطع الخروج من المسجد وأخبرها بعدم السماح لها بالجلوس على المنبر وطالبها بالخروج والتوجه إلى قسم النساء لكنها رفضت It's not allowed for you to be here. You have to go out. You are missing our religion and it's not allowed for you. Go out. We ask you to go out politely. They call the police and you have to go out now. And look what you do. You're coffee here in the mosque. Yes. في مصر وسط حالة من التوتر نشر بعض المصريين على حساباتهم فيديو لأطفال سودانيين يلعبون الكرة في أحد الشوارع بمنطقة 6 أكتوبر الكرة وقعت على شرفة منزل فتسلق الصبي ليأخذ الكرة الفيديو أثار الجدل بين من رأى أنه مجرد أطفال يلعبون مع بعضهم وأن تسلق الصبي إلى الشرفة طبيعي فيما رأى آخرون أن هذا المشهد غير مقبول وطلب بعضهم بترحيلهم انا هعرفك انا مالي دلوقتي انا هعرف انت مالك يلا 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 تعالى تعالى شيبا مصطفى شيبا قطع وتبقى
لكم ولا واحد. تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع سائق أوبر التقى بصديقه القديم بالصدفة بعد أن استقل مركبته حيث لم يتقابلا منذ 20 عاما في ولاية تكساس الأمريكية، لنشاهد كيف كانت ردة فعل السائق. That's what's up today. The sun makes it seem like it's warmer than it is. Yeah. You been busy this morning? Yes, sir. Always on Friday. Oh, yeah. All over the place. So what's your name, man? My name's Danny. Man, I know you. You don't know me. Man, hell yeah! التعرض المفرط للشمس والأشعة فوق البنفسجية دون حماية يسبب مشكلات كبيرة على البشرة، أقلها التجاعيد والشيخوخة المبكرة للجلد. عبر منصات التواصل تنتشر عادات خاطئة وخطيرة للتعامل مع أشعة الشمس، من ضمنها اتجاهات جديدة ترفض استخدام مواقع الشمس وتتهمه بالتسبب في سرطان الجلد. الأطباء يرفضون النصيحة الموحدة بحكم أن كل شخص لديه نوع ولون مختلف من البشرة. طيب، في موسم الصيف كيف نلجأ إلى تسمير البشرة بأمان ودون أضرار، وما هي طرق الوقاية؟ هو نقاشنا اليوم في هذه الفقرة. طبعاً حنتكلم عن هذا الموضوع بتفاصيل أكثر، ولكن قبل ذلك خلينا نروح إلى دكتورة شيرين إدريس، وهي طبيبة أمريكية من أصول لبنانية تنصح بعدم استخدام مواقع الشمس إلا بشروط نتابع. Wearing sunscreen every day will create a habit that is harder to break in the long run. There is something known as a UV index, which measures how powerful the rays of the UV is. And that is an important aspect to take into consideration when you're asking yourself questions like, if I'm going out for a run in the morning, do I need to use sunscreen or do I need to reapply sunscreen? Because 9 a.m. in New York City in November, where the UV index is 1, is very different than 9 a.m. in Sydney in November. And as a rule of thumb, anytime the UV index is above 3, you have to have sunscreen on. So to simplify matters, wear sunscreen every single day when you're about to leave your house for the rest of the day. And if you are wondering if you should be using sunscreen before you work out, during a workout, or if you need to reapply sunscreen, look at the weather app in your iPhone and look at the UV index. If it is at 3 or above, then answer is yes. طيب، كيف بدأت تان أصلاً والهوس الكبير بحمامات الشمس؟ الزميلة الريان تأخذنا في جولة عبر التاريخ، تسرد لنا بعض المحطات المهمة في هذه العملية. تفضل يا ريان. شكراً يا ريم. قديما كانت البشرة الشاحبة شائعة بين الطبقات العليا عند الرومان واليونانيين، وتدل على الثروة والترف، بينما البشرة الداكنة كانت مرتبطة بالكدح والفقر. لكن هذه الصورة النمطية تغيرت بعد الثورة الصناعية مع اتجاه الطبقات العاملة إلى الظل والعمل في المصانع والمناجم. في العشرينيات تعرضت مصممة الأزياء الفرنسية كوكو شانيل لأشعة الشمس كثيرا أثناء رحلتها في البحر المتوسط، وعندما عادت افتتن الجماهير بلون بشرتها البرونزي وتحولت تان إلى موضة رائجة بالصدفة. وفي 1928 أنتج المصمم الفرنسي جان باتو أول زيت تسمير، وبعد الحرب العالمية الثانية أصبح الحصول على تان يعبر عن وفرة المال والقدرة على السفر وارتياد الشواطئ. وأخيرا في 1977 ظهر أول صالون تسمير داخلي في برلين على يد عالم ألماني، دون الحاجة إلى الجلوس تحت أشعة الشمس، لكن أبحاث عديدة اليوم تحذر من خطورته. الآن إلى ريم كارينة. ونفتح الموضوع. شكرا لك ريان على هذه التفاصيل. طبعا يعني من يحب ما يحب الشمس والتشميس، وخصوصا اننا في الصيف. خلينا نرحب بالدكتوره كارينة نصر، اختصاصيه التجميل والبشره، وايضا ينضم الينا جانتي في هذه الفقره، خصوصا انتم حقون العضلات وكذا، عندكم اللون ده مهم جدا. طيب خلينا نتكلم، في تدينا بعض النصائح. انا احب الصيف، أحب الشمس، أبغى أتشمس، ولكن ما أبغى تصير لي كل المشاكل اللي تخص الشمس والتشميس،
كيف أقدر أتشمس بطريقة صحية؟ تمام، سؤال كثير حلو. وهلأ كثير ترند التسمير، مثل ما شايفين جانتي عامل أوفر تان لازم. كم ساعة بتتعرض؟ قلت لي مشوار ساعة ونص. ساعة ونص كل يوم؟ لا مش كل يوم، ثلاث مرات في الأسبوع. ثلاث مرات في الأسبوع؟ يعني ما بتستخدم السبراي والأشياء هذه؟ هانسلي بس أستخدم الكاروت. الكاروت؟ يا السبراي الكاروت يسموه. نو سان بلوك؟ نو. أوه. ما بحط. أوه شفت ريم فوراً. أعرف دكاترة الجلدية عندهم هذا الموضوع حساس جداً. ما أنا انتظرها تسوي لي بلوك هسه وتعطيني. لا 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 هون الفكرة، لأنه الشمس كتير شيء مضر للأشعة الفوق بنفسجية، هي اللي بتعطينا اللون الأسمر. ليش بتعطينا اللون الأسمر؟ لأنه نحن الجلد بده يعمل رد فعل بيفرز مادة الميلانين، فبيغير اللون بصير اللون الأسمر نحن عم ننبسط فيه. هو الجلد عم بيحاول يدافع عن نفسه، بس ما بيكفي مادة الميلانين للدافع. تمام. ليه؟ لأنه الأشعة فوق بنفسجية بتعمل لي الإلياسين الموجود بالبشرة بتأذي. بلاس عيوننا، إذا نحن ما حطين فورا ممكن الأشعة فوق بنفسجية تأذي الشبكية. بتأدي لأضرار كتير خطرة. إذا هذا الشمس اللي المضر اللي بتتكلمي عنها هي اللي بتكون في أوقات معينة من النهار، اللي هي غالبا ما بين الساعة 10 للساعة 2 أو 3 الظهر. أي أنا قلت لها من الساعة تقريبا بالنسبة للجو هنا أنا حاليا من الساعة 9 ل 10 ونص بس. أنا هذا وقتي، فما أعرف إذا في الوقت الآمن هذا. ما في شيء اسمه وقت آمن لنكون صريحين. الأشعة فوق بنفسجية هي أشعة فوق بنفسجية دائما. طبعا لازم نحن دائما انه نلبس النظارات الشمسيه اللي بتكون مفلتره، هي بالنسبه للعينين لاني تطرقت لها. بعدين بالنسبه للواقي الشمسي لازم ناخذ الواقي الشمسي اللي بده نحن اذا بدنا نتعرض لكميه شمس. انا افضل الواقي الشمسي المينرال بيز. ليه؟ لانه هو اللي بيصد الاضرار تبع اللي هو الفيزيائي. بالضبط الفيزيكال. فيزيكال طيب. اذا بدنا الكيميكال بنروح للمي للهي، لانه هو ابزوربت لايك سبونج. بس اذا بدي انا اتعرض للشمس وبدي التان، بدي المينرال بيز اللي فيه زنك وفيه تيتانيوم. يعني استطيع اني احط الواقي من الشمس وايضا اخذ على احصل على اللون؟ طبعا. بس كيف بدنا نحط الواقي الشمسي بيفور 30 مينت من التعرض للشمس. وكل ساعتين لازم نجدده. على طاري كل ساعتين، يعني دائما دكاترة الجلدية ينصحونا انه كل ساعتين حتى لو كنا جالسين في البيت. بالضبط. لا تصعبوها علينا. ليش في البيت؟ طب انا جالسه في البيت يعني ليش؟ سؤال كثير حلو. طب انا انت مشغله الاضواء هون، انا شفتك من الضوء. مزبوط. ايه بس اذا ما في ضوء شلون احنا بنشوف بعضنا؟ لانه ضوء الشمس عم بيفوت. طيب يعني هذه مضر برضه بيه، حيسبب لي طبعا لانه يعني فادت الاشعه فوق بنفسجيه لجسمنا. طيب اذا كنت انا بتشمس لوقت طويل في شاطئ وجالسه مثلا من فتره 4-5 ساعات من غير ما اتعرض لظل او اني احط شمسيه وكذا، يعني هل هذا راح يضرني؟ 100% اول شيء. طب انا حاطه الواقي صار عندي تشفاف، ما شربنا كميه كافيه من المي. 4-5 ساعات يعني ماكسيموم، لا ينصح باكثر من 30-60 دقيقه، او اكثر شيء انا عندي ماكسيموم 30 دقيقه لازم. زين، المحادثه الصغيره اللي دائما تصير عندي بالجيم بالنسبه للبنات اللي ادربهم والشباب، في مواد للتسمير مثل البخاخ جود، وفي مثل انجكشن، وفي مثل حبوب علشان ترفع. هاي مضرة يعني؟ ممكن يستخدموها لعيبتي أو رياضيين اللي أول شيء لازم تكون FDA approved. ثاني شيء ما بدوم أسبوع 10 أيام بتروح. بيروح طبعا. وإذا ما كانت FDA approved إلا كتير أضرار على الكبد على الكلي، يعني هلأ صدد كبير ما خرج نتطرق له، بس يعني أبدا لا ينصح بها. بدك تان أوكي بالشمس، بنتعرض للشمس بكميات مدروسة، بنحط الواقي الشمسي، نحط النظارات الشمسية، ونشرب كمية كافية من الماء. بالإضافة إنه الشمس تعملنا بتسرع علامات التقدم بالعمر، لأنه بتأذي الإلياستين تبع الجلد طبعا والكولاجين والحاجات دي. ميم. طيب الواقي اللي راح استخدمه في يبدأ من 15-30-50؟ أميزنج، سؤال حلو. إيش أختار؟ مينيموم 30 فما فوق. لازم دائما يكون SPF 30 فما فوق. انا عاده بنصح البيشنت بال 40 بلس 50، يعني حسب الكيس. للبشرات الفاتحه بتعرفي انت لسه الخطوره اكبر، ومخاطر التعرض لا سمح الله لسرطان الجلد اعلى طبعا. فيعني نستمتع بالشمس والصيف ولكن بطرق امنه بحضر وصحيه. طبعا في ناس بيستخدموا زيوت وبيستخدموا بعض الاشياء على جلدهم، زيت الافوكادو، زيت الكاروتين، زيت بالضبط. بس كلها ممكن تحرق الجلد طبعاً، وتسبب تسمم الجلد. دكتوره كارينا نصر اختصاصيه التجميل والبشره، شكرا لوجودك معنا. جانتي تشمس بامان وخذ بهذه النصائح. شكرا لك.
طيب إلى الآن زوايا المراسلين وإلى تونس تحديدا وزميلة أحلام العبدلي، يسعد صباحك وأحلام. ودائما يقول البنات ألطف الكائنات، والبنات هم اللي شاطرين دائما في كل مكان، ويكتسحن الأولاد وخصوصا في الثانوية العامة. ما هي التفاصيل؟ صباح الأنوار، تم تأنيث البكالوريا بامتياز للعام تقريبا الثالث أو الرابع على التوالي، أكبر نسب النجاح عند الإناث في تونس في السبعة الأوائل على مستوى الجمهورية التونسية في أهم مناظرة وطنية، مناظرة البكالوريا أو ما يعرف ربما في الشرق بالثانوية العامة، وهي ربما أكبر فرحة لكل عائلة تونسية. سبعة الأوائل، ستة من أصل سبعة كنا إناث متوزعات على عديد المعاهد في كامل تراب الجمهورية. وإشارة أخرى، فإن ما يفرح أكثر وأكثر هو أن جل المتميزين في البكالوريا هم أبناء المدرسة العمومية التونسية. التعليم حاجة كما نقول في تونس هنا، شيء مهم جدا جدا لدى العائلات التونسية، تميز ساحق وكبير. مبروك لكل المتفوقين، مبروك للإناث خاصة. في السنة الفارطة نسبة الناجحين بناء الإناث في الثانوية العامة كان تفاقى 60% بعد استكمال الدورة الرئيسية ودورة التدارك. بالنجاح والتوفيق لمن لم يصعبه الحظ في الدورة الرئيسية في دورة التدارك. ما شاء الله عليهم، ألف مبروك للبنات، وإن شاء الله نشوف دائما هذا التنافس الرائع. ولكن هناك أيضا موضوع يعني، وفاة المؤثرة فرح القاضي ما زال يشعل شبكات التواصل الاجتماعي، ما الجديد؟ صحيح، في الحقيقة أن الجدل أثير جدا أو كثيرا هنا في تونس بخصوص وفاة المؤثرة فرح القاضي في جزيرة مالطا في الأسبوع الماضي. السوشيال ميديا اشتعلت بعد أن تعمد العديد من المؤثرين أو المعروفين على السوشيال ميديا بإثارة هذا الموضوع والخوض بتلميحات مريبة في سبب وفاة المرحومة فرح القاضي. وما زاد الطين بلة هو تدوينة كتبها أحد المحامين المعروفين هنا، يشير فيها ضمنيا ربما إلى صديقتها أو مرافقتها التي كانت معها أثناء وفاتها. على العموم لا يوجد أي شيء رسمي من الأطراف القضائية، كما هناك معطى آخر مهم هو أن عائلة فرح القاضي المرحومة المتوفاة التزمت الصمت ولم تقم بأي ربما تصريحات إعلامية أو إجراءات قضائية، لا ضد مرافقي الضحية ولا كذلك ضد من تداولوا في هذا الموضوع، علما وأنه كان الموضوع الذي تم تداوله بشكل الأكبر خلال الأسبوع الفارط في تونس. نعم، شكرا لك يا أحلام العبدلي على هذه التفاصيل، شكرا لوجودك معنا اليوم. أعمال عدة قدمها النجم الأردني إياد نصار، آخرها مفترق طرق وصلة رحم، نجح من خلالها في لعب العديد من الشخصيات التي نالت محبة الجمهور وتعاطفه، بين أدوار الخير وأدوار الشر، العمل كضابط مصري أو ضابط إسرائيلي وغير ذلك. قدم إياد نصار نفسه كنجم كبير في عالم الدراما العربية والمصرية على وجه الخصوص ليكون أحد أبرز الأسماء في عالم الدراما. من القاهرة أرحب بالممثل إياد نصار ضيفنا في صباح العربية اليوم. يسعد صباحك إياد، وشكرا لوجودك معنا اليوم. يسعد صباحكم، وأنا اللي مبسوط دايما بوجودي معكم، بيشرفني وبحب أكون موجود معكم من خلال شاشاتكم سواء بلقاء أو بعمل تلفزيون. وإحنا دائما نرحب بك ونشوف أعمالك. وخليني أبدأ وأهنيك من عملك الأخير مفترق طرق، اللي أخيرا رأى النور بعد عامين من تصويره. أنا ما رح أسألك عن الأعمال المعربة وإثارة الجدل حولها، ولكن أسألك كدورك كفنان كممثل محترف، كيف بتقدر بأنك لا تستنسخ اللي هو الصورة الأخرى أو البطل الذي تقوم بدوره في العمل، وإنك تظهر بصورة جديدة حتى لا يقارن الناس بينكما؟ شكرا، الله يبارك فيك. فعلا هو يعني بس تأخر، لكن زي ما بيقولوا كل تأخيرة في أخيرة. نعم. يعني كان لصالح العمل أنه نزل في هاي الفترة، حقق مشاهدة كبيرة، بشوف بلمس ردود الأفعال جميلة جدا على المشروع. أعتقد أنه يعني أول شيء اللي هو الخصوصية الموجودة من كتابة الورق، وده اللي تحقق سواء
بدر او وائل حمدي عرفوا يحققوا انهم يحافظوا على الماده الانسانيه جوه المشروع اللي هي موجوده في ذا جود وايف، بس بالطعم الشرقي اللي هو بالقضايا اللي تخصنا بالانفعالات تبعتنا. فهذا سهل علي مسافة كثير بفكرة انه انا ابعد عن التأثر بالنسخة الاجنبية. هذا واحد. اثنين، يمكن بشكل شخصي، يعني مش بقول انها قاعدة، بس انه بشكل شخصي انه انا ما كنت شفت النسخة الاجنبية، ولما صار المشروع على انه انا موجود داخله فقلت ما راح اشوف. ممتاز. عشان ما يصير اي تأثر، واقرأ الشخصية بطريقتي عشان ما يحصل هذا يمكن الاستفزاز. ممكن خطوة صح، ممكن ما تكونش صح. بالعكس انا اشوف انها ممكن مش صح، خطوة يعني انه هي صحيحه يعني صراحه، وابدعت حقيقه كالعاده في اختيار ادوارك وخوض تحدي جديد كما انت تسميه. لكن مسلسل 45 حلقه في ظل وجود الان توجه جديد للمسلسلات القصيره 8 حلقات او حتى اكثرها الى 15 حلقه، ايش تشوف الافضل؟ كيف تشوف هذه المقارنه خصوصا في الوقت الان الناس دائما تبحث عن سريع؟ بالضبط بالضبط. انا بشوف انه ما يحكم الموضوع نجاحه او قبوله طبعا القصه ومدى جودتها، والحمد لله اللي تحقق فيما افترق طرق، ووقت العرض. يعني وقت العرض كمان مهم جدا. وقت العرض ممكن في سيزونز معينه ما ينفعش المسلسلات الطويله، المشاهد ما بيستحملش المسلسل الطويل. مزبوط. لكن في سيزنز معينه بيكون او الاوف سيزنز المشاهد معين بيستحمل هاي المسلسلات الطويله. المسلسل الطويل اللي فوق ال 30 وال 45 مرهق على الممثل، مرهق على فريق الكتابه، مرهق على الاخراج، لانه احنا لسه ما وصلنا لفكره انه يكون كذا مخرج في العمل الطويل، هو مخرج واحد بيكون هو فمرهق صعب، خصوصا انك لازم تكون ماسك كل الحكايه وكل التفاصيل والشخصيه من اول لحظه لاخر لحظه. فعشان هيك فكره الفورمات الحكايه الجاهزه اسهل في هذا التنفيذ، لكن لو كانت حكايه اوريجينال يمكن يكون في صعوبه، يمكن يكون في حلقات مش بنفس القوه، حلقات ما يعني او مجموعه حلقات يحصل فيها دروب. ففكرة وجود انه في فورمات بيحكم انه جودة المشروع، لانك انت شايف التجربة الاساسية. نعم. وعارف تمشي بنفس النمط تبعها. مظبوط مظبوط. اياد يعني تحب دائما تخوض تحديات جديدة، تبحث عن قضايا انسانية، هموم الناس، وغالبا لا تستهدف جمهور بعينه او جمهور بحد ذاته، ودائما هناك معايير تضعها عند اختيارك للشخصية. الان بعد ما اصبحت هذا النجاح كبير، صلة رحم ومفترق طرق وغيرها من المسلسلات اللي قمت فيها بأدوار صراحة رائعة جدا كضابط مصري أو إسرائيلي وغيره، ما بين الخير والشر، اليوم أصبحت المعايير عالية جدا عندك، كيف تقدر أنك تختار أدوارك القادمة؟ إيش هي المعايير اللي تضعها بعد كذا؟ إيش هي الأدوار اللي نفسك تأديها إلى الآن أنت لم تقم بها؟ يعني بحاول على قدر الإمكان أنه أنا أشتغل بإحساسي، يعني أنا إحساسي هو اللي بيسوقني، ومقتنع تماماً أنه في الاقتصاد بيقولوا أنه ما فيش اقتصاد بيكون صاعد خط للأعلى كذا، يعني بيكون هو صعود بعدين بيمشي ثبات بعدين بيرجع صعود بعدين بيرجع ثبات، ما في خط ماشي للأعلى، فهي صعب تحقيقها. يعني أنا كممثل صعب أنه أنا مثلاً عندي نجاح الحمد لله كان صلة رحم مفترق طرق أنه يكون المشروع اللي بعده أعلى منهم. مزبوط. لكن اللي متأكد منه أنه مش هيكون هبوط، مش هيكون سقوط. يعني راح يكون أنجح، أقل نجاح وارد، مش راح يعني ما راح يأزمني هذا الموضوع، لأنه هو هي طبيعة النجاح، هو بيتحرك بهذه الطريقة بالسهم للأعلى، لكن في مرحلة ثبات بس بيطلع. فهذا المعيار اللي بيخليني أنا طول الوقت مطمن لفكرة أنه أنا مش راح أرهق نفسي ولا راح أتعطل. يعني في ممثلين حصل معهم نجاح كبير بعد هيك تعطلوا لأنهم هم مستنين نجاح أكبر منه. بالضبط بالضبط. هذا بيعطل المسير، صعب تحقيقه. على امتداد من 2010 لغاية هلأ عندي مشاريع
مهمة، بس أنا ما كنت قادر أعمل كل سنة في مشروع بهاي الضخامة، سواء كانت بدايتي في مصر من مسلسل الجماعة لحارة اليهود لأريد رجلا لأفراح الأبة موجة حارة هذا المساء صلاة رحم، يعني هاي محطات مهمة كنت طبعًا قادر طبعًا أعمل فيها مشروع مميز. نعم. لكن بينهم سنوات مش قادر. نعم. أنا كل مرة أنه يكون عندي قادر أحكم الشروط، لأنه في شيء بتدخل، في شيء قدري، في شيء ربنا بيقول أنه هذا المشروع بإخلاصك له وأنه يستحق النجاح بشكل معين، فأنا مش قادر أحقق منطقيا، مش أنا يعني قصدي ما أعتقدش أنه في فنان قادر يحقق طول الوقت، وخصوصا أنه إحنا كفنانين مش مؤسسات، يعني انت قرارك لوحدك. نعم. انت بتشتغل على قرارك. لا بس دائما اختياراتك ناجحه ودائما تبحث عن تحدي جديد. اياد كمان يعني ودي اسالك، هل ممكن في بالك انك تقوم بادوار تاريخيه ومسلسلات تاريخيه، خصوصا انه اصبح الانتاج للمسلسلات التاريخيه واللي بتحكي عن احداث معينه قديمه مثلا حصلت صار لها يعني انتاج ضخم زي ما شفنا يعني في رمضان اللي راح الحشاشين وغيره، هل ممكن انك تشارك في هكذا نوع من أدوار وشخصيات تاريخية؟ سوري. طبعاً بالعكس، أنا بداياتي كانت في الأعمال التاريخية، يعني في أهم محطاتي اللي دخلني مصر هو عمل تاريخي الأمين والمأمون، وكان قبله الحجاج، وكان قبله كان في مجموعة إنتاجات، بس هو العمل التاريخي دائماً هو قرار كيان كبير، مش قرار شركة إنتاج عادية. لأنه أنت بتدخل العمل التاريخي ما مش أنت مش داخل متحف، أنت في عندك شيء بتقوله يعني لأجيال، يعني فشيء مهم جدا، فبحس إنه لازم يكون في كيان كبير ورا المشروع التاريخي، لأنه ما بينفع يكون شركة إنتاج عادية تخوض هاي المغامرة، لأنه راح يكون أقل إنتاجياً، فهي مغامرة ما بينفع تكون. مزبوط مزبوط. لازم يكون في كيان كبير وراء المشاريع التاريخية. طيب على السريع، يعني إحنا لاحظناك ركزت على الدراما الفترة الأخيرة وشوية ابتعاد عن السينما، وربما ولاد رزق 3 اليوم اللي حقق نجاح وإيرادات عالية كبيرة راح يغير رأيك إنك تعود إلى الشاشة الفضية من جديد على السريع. شوفي يعني أنا سعيد جدا بنجاح أولاد رزق، حتى لو كان دوري أنا ضيف يعني، لكن أولاد رزق هو عالم تأسيس العالم وعمل ضخم وعمل حقيقي، وأنا مبسوط لشيء مهم جدا يعني، ولو إني راح أكون صريح بس مهم إنه المشاهد يعرف هذا الشيء. نعم. في لحظة من لحظات المنتج في الأفلام تعامل مع السوق السعودي على إنه إحنا لازم تبعت عمل كوميدي هو اللي بينجح في السعودية. لا اختلف الوضع الآن، فصار المشاهد السعودي لكن نجاح ولاد رزق بقول لك لا، هو المشاهد السعودي انت لما تقدم له عمل حقيقي وعمل محترم وفي بادجت ويحقق التسليه هو هيستقبلك، هو مش بقول لك انا نوع واحد. فانا بحب عالية. بحب لما تنكسر هاي القاعده بالفعل. لانه لا الموضوع له علاقه بالمشاهد بيستمتع لما دائما رائعه ومميزه. اياد وفي انتظار اعمالك القادمه والدراما والسينما كل ذلك انت متميز فيه. شكرا لوجودك معنا اياد نصار في صباح العربيه هذا الصباح.